النهاردة أتكلم عن الكورونا فيروس. سلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة أتكلم عن الكورونا فيروس، يعني فيديو شبه مجمل عن الكورونا فيروس بتلخيص شديد جدا، لأن كلكم سمعتوا عن الكورونا فيروس وكلكم حاسين وعارفين الرعب اللي عامله هذا الفيروس في مختلف أنحاء العالم، واسمه NCoV 2019 أو ووهان فيروس، لأنه طلع في مدينة ووهان. إيه هو فيروس كورونا الجديد أو نوفل NCoV؟ ده فيروس ظهر من شهرين من مجموعة الكورونا، وظهر في الصين في مدينة ووهان، وخلال الشهرين انتشر بسرعة جديدة جدا لدرجة أن العدد وصل المصابين إلى أكثر من 12 ألف عند تسجيل هذا الفيديو، وبيسبب وفيات في حوالي 2-3% من المصابين. وأدى أن منظمة الصحة العالمية في الأمم المتحدة أعلنت حالة الطوارئ الدولية من حوالي 3 أيام عشان يعرفوا يسيطروا على الفيروس. الفيروس اكتشف وأعلن عنه في مدينة ووهان في الصين في 12 ديسمبر 2019، يعني من حوالي شهرين تقريبا، لكن أعلن عنه رسميا وتأكد في 21 ديسمبر 2019، وفي اليوم ده سموه NCoV 2019. اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي، الفيروس زي ما أنتوا شايفين على الخريطة انتشر حول العالم، بقى موجود في يمكن 22 دولة. طب إيه هي بقى فيروسات كورونا؟ بسرعة كده، فيروسات كورونا ديت مجموعة من الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، وكان المعروف 6 أنواع قبل ما يظهر الفيروس الجديد، والنهاردة بقى 7 أنواع. 4 أنواع منهم بيعملوا نزلات البرد العادية البسيطة، وتلاتة اللي هم خطرين جدا وعملوا أوبئة على مستوى العالم، اللي هم ابتدينا بسارز 2200، وبعدين ميرس سنة 2013، وسنة 2020 اتختمت بـ NCoV. مقارنة سريعة بين الفيروسات الثلاثة الخطرين اللي هم سارس وميرس والفيروس الجديد، أكتر معدل وفاة كان في ميرس 35%، ويلي كان سارس 14%، أما الفيروس الجديد يعني الحمد لله معدل الوفاة في حوالي 2%. هنا رسمة بالنسبة للفيروس الجديد نوفل كورونا فيروس، اللي على الشمال دي حالة مريض فعلا، واللي على اليمين الإنسان اللي بتجيله العدوى في أولها. اللي بتجيله العدوى في أولها، وده اللي يهمنا نعرفه، بيبتدي يشعر بصداع وسور سروت، التهاب في الزور وكحة وضيقة نفس. طيب الفيروس الجديد ده جالنا منين وظهر ازاي؟ كان فين ودلوقتي ظهر لنا كده زي القضاء المستعجل؟ التفسيرات بتقول ان الفيروس ده كان في بيصيب الخفافيش الباتس. جه واحد اتعدى من افرازات الخفافيش دي، يكون بيشتغل في تربيتهم او بيبيعهم او ما الى ذلك، وبعد كده هو الشخص ده يعدي غيره من الناس، بقى ايه، من انسان لانسان، بيرسون تو بيرسون انفكشن. ولان الفيروس جديد على البشر، فالإنسان جسمه مفيش فيه مناعة، مناعة صفر، فالفيروس سهل جدا الإنسان يلقط هذا الفيروس وما يقدرش يقضي عليه، بينقله لغيره وهو يتمرض مرض شديد وخطير جدا زي ما احنا شايفين. طب ايه السر ان الفيروس انتشر بسرعة شديدة جدا كده خلال أيام؟ السر يكمن في شيء، ان الفيروس ليه فطرة حضانة علشان يظهر المرض، بتوصل لحوالي 2 أسبوع حسب آخر التقارير. خلال 2 أسبوع دول الإنسان ممكن يبقى سليم جدا مفهوش أي حاجة، فلما هذا المرض ظهر بشكل جديد، يعني الفيروس اتنقل أول مرة، في احتمال إن في 2 أسبوع على بعض المصابين من غير ما يعرفوا، وأثناء هذه الفترة كانوا بينشروا المرض. لما أول واحد أصيب التهاب الجهاز التنفسي وخدوه على المستشفى وحللوا وعرفوا ان في فيروس جديد، هذه الفترة يمكن كان الفيروس اوريدي موجود في مئات من البشر، لان يوم 21
يوم 21 يناير لما استقر الرأي العلمي على أن في فيروس جديد اسمه NCoV 2019، كان في هذا الوقت في حوالي 300 واحد أو حاجة زي كده مصابين، وده السبب. يعني ما نقدرش نلوم الصين، إنما أهو النصيب هو كده. المهم إن إحنا ربنا وفقنا ونعرف نتعامل مع الفيروس. إيه الموقف حاليا وأنا بعمل هذا الفيديو في 5 فبراير 2020؟ الموقف حاليا زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، يمكن واصل الى 28 دولة او حاجة زي كده، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 22 24 26 28 دولة حول العالم فيها حالات اصابة بفيروس كورونا الجديد مؤكدة. في دول فيها واحدة وفي دول فيها اكتر. امريكا مثلا فيها 11 النهاردة، الفلبين بقى فيها 3، يعني الفلبين فيها 3 مؤكدين، ده غير في 133 مريض او واحد ما اشتبه فيه تحت الفحوصات، لسه ما تأكدتش حالتهم هل هم سلبيين ولا ايجابيين. طبعا ان شاء الله يطلعوا سلبيين. دي الخريطة بتاعت الحالات في العالم كلها زي ما انتم شايفين كده، اللي فيها طبعا الصين هي اللي فيها اكبر عدد، وصل ل 19000 او 20000، وفيها حالات وفاة 425 حالة. امريكا فيها 11، كندا فيها 4، وهكذا. استراليا فيها 12 حالة مؤكدة. الدول العربية الحمد لله ما فيش غير هما الامارات فيها 5 حالات لحد دلوقتي، فيما عدا ذلك ما فيش اي دولة عربية فيها اي حالات. طالما الفيروس موجود وما زال بينتشر، بل بيتضاعف عدد المصابين كل يوم، يبقى شيء مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نحمي نفسنا كافراد. انت كفرد عشان تحمي نفسك بتتبع الاسلوب اللي بتتبعه لما تحب تحافظ على نفسك وتحمي نفسك من نزلات البرد والانفلونزا. ازاي؟ اول حاجة ما بتتواجدش في الاماكن المزدحمة على قدر الامكان. تاني حاجة ما بتختلط بالمرضى. تالت حاجة ما بتروح اي مستشفى او مركز صحي الا لما تكون فعلا مريض. رابع حاجة ودي بقى الاهم، وهي ان انت تكون مواظب على غسيل ايدك بالمية والصابون. طيب اللي يسأل يقول طب من الماسكات ديت ما نستخدمها ونريح دماغنا من الأساليب دي كلها؟ الماسكات ديت ما تتلبس، أو المفروض إنها ما تتلبس، لأن ملهاش فايدة إلا في الأماكن اللي هي فيها إصابات كتيرة زي حاليا في الصين. يعني البلد الوحيدة اللي المفروض الناس فيها تلبس ماسكات ويمكن إجباري، اللي هي مدينة ووهان في الصين. أما فيما عدا ذلك من الدول، الماسك مش ضروري تلبسه. بالعكس، الإفراط في استخدام الماسك ليه أضرار. الضرر الأولاني إنه بيدي الواحد ثقة زيادة عن اللزوم، فيروح مستشفيات يخالط مرضى كذا كذا، فبيعرضه أكتر للعدوى. تاني حاجة إن الماسك ده مش فعال 100% في الحماية من العدوى، لأن ما بيمنعش الرذاذ إنه يجي على الوجه، وبالتالي أي مكان في الوجه، المنطقة اللي احنا بنسميها تي شيب، اللي هي منطقة العينين مع المناخير والأنف، بيوصل لها الفيروس، ممكن تسبب العدوى. ثالث حاجة ودي بقى المهمة جدا، وهو ان انت لما تستخدم الماسك النهاردة بدون لازمة، زي ما حصل في أماكن كتيرة، الماسك انتهى ما بقاش موجود في السوق. طب لو قدر الله حصل والفيروس جه وانتشر في منطقتك، هتيجي وقتها تدور على الماسك مش هتلاقيه. يبقى إذن ممنوع تستخدم الماسك إلا في الحالات اللي أنا قلت فيها، لما تكون في بلد أو دولة الفيروس فيها منتشر بشكل واسع، وحاليا هي بس الصين ومدينة يوهان بصفة خاصة اللي فيها لازم تكون لابس ماسك دايما وباستمرار. وربنا يعافينا ويعافيكم من شر جميع الأمراض، ويشفي كل مريض يا رب. وإن شاء الله نشوفكم على كل خير في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.